أحقه وصيام يوم عاشوراء أي عاشوراء دقابة وبيت إطلاقه دقابة اشتقى أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله سلحظ لرخاتش سحنشرا سوديا دوش قنوش دال كفارة دد سحبولش آل ناخ زعما دو قنوش دجنان قيتوي وذلك فضل الله العظيم يحكم شويس عرفت ير عاشوراء دقابة قابة وبيت إطلاقه دي سحن شرا حال دادخا چقنوش دال هنگش دره يوخ كمار شوية ان اعطانا بسيام يوم واحد سحن ما دات سوى قابر تكفير دنوب سنة كاملة قوات چش سحن شرا دواغش دوا قنوش ده دال كفارت ديش دال گش ديش ددس ده دت ميگ ديس سخوابش دت ميگ ده تساق دي چه يوخ كمار شوية سحن قيابو چه شرا دواغش ده شرا مس دده دوخ دينوش 365 دینا حدیه دوش دوار قینوش دال حون گشت دید.